ما حكم سباب وشتم الميت؟ وهل ذلك يؤذيه أو له تأثير عليه؟ ورد النهي عن سب الأموات لأنهم أفضوا إلى ما عملوا، فلا يجوز سب الأموات إلا إذا ترتب على ذكرهم مصلحة شرعية، كأن يكون هذا الميت من علماء الضلال أو له آثار سيئة، فإنه يجب تنبيه المسلمين عن آثاره وضلاله ليحذروا من ذلك. أما ذكره مجرد غيبة ومجرد سباب لا مصلحة من وراء ذلك، إنه لا يجوز. نعم.